على كرة لكن تنقطع بناصر توصل إلى عصام إلى البريتشي، البريتشي يمشي له كرة إلى عصام جمعة، عصام تعادل، تغير اتجاه الكرة، تغير اتجاه الكرة، لمست في مدافع نادي الصبيخات، جول الواحد خلاص عصام جمعة، لأن الكويت انضغط نفسيا كثر ما أنه تسجل عليه جول وضيع فرص كثيرة. شلون يقول لك أطلع من الشوط الأول أنا مغلوب واحد، أو مو نقول مغلوب نقول تقدم الصبيخات، وهذا عصام الجمعة، عصام جمعة، عصام جمعة، والله يومك اليوم عصام، اليوم الجمعة طبعا. هذا شوف 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 تغير اتجاهه بلمسة، تشوف الحارس خداعة، أيضا شاب خداعة الشاب ما يتحمل شاب طبعا، لأن شوف عصام لمست لاعب نادي الصبيخات، يمكن ناصر الهاجري لمست ناصر الهاجري، ثالث أيضا على اليسار إلى الراشد، إلى الراشد، وهذه خطرة وهذه خطرة وهذه خطرة ولا زالت خطرة، وجول، مو خطرة جول، خطرة وجول، ثلاثة، ثلاثة واحد، ارتاح قبل شوية يدور الراحة وارتاح، خلاص عصام، عصام الجمعة، الجمعة جمعتك يا جمعة، اثنين سجل، يوم طبعاً سجل الكويت الآن، لا شك أيضاً يوم تاريخ 21، يوم الجمعة تاريخ 21، هذه العادة 21. وليد علي كورنر، هل يعوضها بالركنية؟ والله عصام قلت لك جمعتك، جمعتك يا عصام جمعة، عصام وليد وعوض بالهدف الرابع، عوض في الهدف الرابع، يعني وليد رفع حلوة وعصام جمعة في الدقيقة 28، دقيقة 28، إذن الرابع، هذه عادة، هذه عادة، والصبيخات الآن هل الصبيخات استبدلوا لاعبين؟ ها لا، لاعبين عبد الله عوضي هشام الرامزي، وايضا والكل راهن قبل المباراه، ولكن شفناها باربعه اهداف مقابل هدف لصالح الكويت، اذا ثلاث نقاط مع الكابتن عصام جمعه المحترف التونسي بصفوف نادي الكويت. بدايه نرحب فيك، ماني قايل لك يعطيك العافيه، يمكن خاف تفكيرك يروح بعيد، ولكن لا. يعطيك العافيه في المفهوم الكويتي، يعني نرحب فيك ومشكور، واداء كان طيب. شكرا شكرا، مشكور، الحمد لله، هذا مع التوفيق مع عند مع عند مع عند الله. هاك شفت المقابله اليوم كانت مقابله صعبه، قبلنا هدف في اخر الشوط الاول، الحمد لله ما فقدناش التركيز، قعدنا مركزين على الماتش، على المقابله نتاعنا، سجلنا هدفين اللي خلانا نرجع باكثر ثقه في الشوط الثاني، وضغطنا معناتها اكثر على الفريق، والحمد لله ربي وفقنا وسجلنا هدفين في الشوط الثاني اللي خلينا معناتها نكمل اللقاء باكثر اريحيه. كابتن، كانت المباراه مفتوحه، يعني بادر الصليبخات احرجكم بالهدف، هدف السبق وهدف التقدم، شفنا يعني الشوط الثاني كان الكويت افضل نوعا ما، واكثر شيء يعني بعد ما جاء الهدف الثاني يعني صارت الاريحيه اكثر. التغييرات اللي اجراها المدرب هل كانت في مكانها؟ صح، معناتها شفت هذه ثالث مقابلة لنا معناتها منذ بدا الدوري، بالدوري ألو ألو، في شوية إرهاق من اللاعبين، الحمد لله معناتها اللاعبين اللي نزلوا الشوط الثاني كانوا حاضرين، كانوا مركزين، وهك شفتوا معناتها أي لاعب كان على الميدان معناتها قام بالواجب نتاعو، وهذا معناتها مطلوب من أي لاعب هنا في النادي الكويتي، اللي لازم يكون معناتها حاضر ذهنيا وبدنيا، خاطر احنا في الموسم هذا مستحقين كل اللاعبين، الحمد لله هاك شفتوا اليوم قمنا بمردود طيب، وان شاء الله توا عندنا مقابله يوم الثلاثاء مع الوحدات الاردني، مقابله صعبه، ان شاء الله نروح هناك ونرجع بالترشح ان شاء الله. ان شاء الله تمثلون الكره الكويتيه خير تمثيل، وقد لك هذه المباراه كابتن عصام جمعه، شكرا لك، شكرا مشكر، قد لك كابتن.